أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد عبر المرابطون. انطلاقة البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي في موريتانيا، والذي تعول عليه الأوساط الثقافية بأن يساهم في رفع السقف المنتظر من العطاء الثقافي لموريتانيا، سواء محليا أو عربيا أو عالميا. معنا للنقاش وسبر أغوار هذا البرنامج الجديد معنا الأستاذ محمد الحميادة، وهو باحث في علم الاجتماع وأيضا عضو لجنة الخبراء المكلفة بإعداد وثيقة البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي. أهلا أستاذ. معنا أيضا دكتور إبراهيم والسيد محمد، باحث في مجال التراث. أهلا دكتور إبراهيم. إذا أستاذ محمد، بداية، ما هو التراث القيمي؟ شكرا جزيلا. أولا بدي أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة التي سنقدم خلالها تعرفين بهذا البرنامج الذي هو الأول من نوعه على مستوى موريتانيا. هذا سيكون سيتمحور حديثي حول نقطة أو بعدين اثنين، وبعد أول يتعلق بمسار إعداد هذا البرنامج، المحور الثاني يتعلق بالخلفية الثقافية المؤسسة لهذا البرنامج، دواعي الثقافية لهذا البرنامج. على المستوى الأول، إحياء التراث القيمي هو جزء من البرنامج، جزء من المخطط الوطني للتنمية الثقافية الذي وافقت عليه الحكومة الموريتانية خلال الفترة الماضية، وهو برنامج شامل وكبير جدا. فهذه المكونات تتعلق بالقيم الثقافية وبحل القيم الثقافية، جاءت كنتيجة أو كضرورة للوضعيات الثقافية للتراث القيمي للمجتمع الموريتاني في الوقت الراهن. لا شك أنكم تعرفون، وهذا هو الشق الثاني الذي أودت الحديث عنه، لا شك أنكم تدركون معي أن التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع الموريتاني خلال العقود الأخيرة كما عرفها العالم شهدت أزمات قيمية حادة على مستوى الخلفيات المؤسسة لهذه القيم. فتفكك المنظومات الاجتماعية والانتقال من المكان الفضاء القروي الذي كان يعيشه الريفي الذي كان يعيشه سكان البلاد إلى الوسط الحضري، ومواكب ذلك الانتقال من تفكك على مستوى منظومات القيم، واكبته تدهور كبير في القيم المجتمعية السائدة. وهذا ما نلاحظه اليوم في المدينة، نلاحظ اليوم أن هناك مشاكل على مستوى انهيار منظومات القيم التي كانت تضبط سلوك الإنسان الموريتاني في الماضي. الإنسان الموريتاني كان وفيا لقيم الصدق، كان وفيا لقيم الأمانة، كان وفيا هذه القيم، وكان المجتمع هو الرقيب على هذه القيم. فكان الإنسان إذا اختل بهذه القيم كان المجتمع له دور من الرقابة على في الوسط الحضاري انتقل المجتمع من وضعياته التي كان يعيد فيها إنتاج هذه القيم ورقبة القيم إلى مجتمع حضري، فوقع هذا الفراغ. أستاذ محمد، هل سيسهم هذا البرنامج في إعادتنا إلى نرجو كذلك نرجو الجديد. كذلك أن قبل الإجابة على هذا السؤال بدي أقول أن الأزمة القيمية هي أزمة عالمية اليوم. صحيح. لأن العالم كله يعرف أزمة قيمية حادة، ذلك أن قيم العولمة وقيم الاستهلاك والرأسمالية والمعولمة، هذه القيم أصبحت هي التي تتداول. أصبح الإنسان مفرغا من قيمته الإنسانية، حيث أصبحت قيم السوق وقيم الاستهلاك هي القيم السائدة بغض النظر عن تلك القيم. وبالتالي العالم اليوم تجرفه هذه الأزمة القيمية صح التعبير. وبالتالي موريتانيا والحكومة الموريتانية من خلال وزارة الثقافة بادرت باتخاذ مبادرة على الأقل المساهمة في الحد من التأثيرات الخارجية والداخلية لهذه الأزمة القيمية السائدة. وعلى هذا الأساس قامت بتصميم برنامج دقيق خلال الأربع سنوات الأربع القادمة، وستكون كل فعاليات المجتمعية مساهمة به من علماء وفقهاء ومثقفين وباحثين وصناع القرار الاجتماعي بمعنى ليدير كوتيمي اللي هم قيادات الرأي المحلي إلى آخره، معناه أنها ستكون هبة مجتمعية لإعادة إحياء هذا التراث الذي دخلت موريتانيا تاريخيا في العالم من خلال أيضا الثقافة، كانت هي المدخل للموريتانيين إلى العالم. جميل. وبالتالي ستكون إعادة استنهاض جديد لهذه القيم التي تلعب موريتانيا دورها. نعم دكتور، كيف تنظرون إلى البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي أنتم كباحثون في المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم الشكر للقناة لهذه الاستضافة والإثارة هذا الموضوع الذي يعتبر أهمية كبيرة في هذه الفترة التي نعيشها. فالمجتمع الموريتاني أو ما يسمى بالتراث الثقافي أو التراث القيمي الذي تحاول الحكومة وضع برنامج متكامل لتطويره وإعادته، يعني إحيائه. قال لك أربع سنوات، قال لك أستاذ محمد، وقال على مدى أربع سنوات قادمة، ولكن نرجو أن تكون هناك يعني لجنة متابعة لهذا البرنامج وتعطي على الأقل المدى القصير، تكون هناك يعني نتائج ملموسة على الواقع. وبالتالي المجتمع الموريتاني كانت له قيم ثقافية واستمد من التراث، يعني من الدين الإسلامي، يعني كان مجتمع محافظ، كان الدين الإسلامي هو الرابط المكون الأساسي والمحافظ على اللحمة
لهذا المجتمع الذي الذي عاش على مدى يعني سنوات أخيرة، عرف نوع من الانفتاح على العالم الآخر، يعني هذه المدنية المتوحشة كمان، يعني مدنية متوحشة ويعني مسائل أو أمور طغت على هذا المجتمع وأصبحت يعني مخالفة للعادة التي كنا نعيشها. يعني المجتمع الموريتاني المكون الأول لهذا المجتمع هو الأسرة، إن كان إذا كان المكون سليما، وإذا كان أيضا يعني المحافظة على المكونات تبدأ من الأسرة، يعني أن تكون الأسرة سليمة وأن يكون اختيارها والمحافظة عليها أيضا هي المنبع الذي من خلاله يمكن أن يطور هذا البرنامج في المستقبل. جميل. أستاذ محمد، أيضا في جانبكم الاجتماعي لا أريد أن أغفل هذه النقطة، هذا الاهتمام والاحتفاء الرسمي بانطلاقة هذا البرنامج، أنتم في الجانب الاجتماعي كيف تنظرون له؟ هل فعلا سيساهم في الحد من هذه المدنية المتوحشة التي باغتت المجتمع الموريتاني؟ أنا أعتقد أن هذا من أهداف هذا البرنامج هو مواكبة المجتمع الموريتاني، خاصة الجالية الناشئة، في إعادة اعتبار القيم والموروث الثقافي الذي كما قال الأخ يعتمد على الخلفية الدينية المؤسسة له، الخلفية الثقافية، كذلك الموروث الذي أنتجه المجتمع الموريتاني بشكل جمعي بغض النظر عن مكونات الاجتماعية والإثنية. وبالتالي هذا البرنامج هو إعادة الاعتبار لهذه القيم من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد بين الموريتانيين. كما قال هذا البرنامج موجه لكل الموريتانيين، سيساهم فيه كل الموريتانيين، كل الفعاليات الموريتانية موجهة بالدرجة الأسرة، موجه كذلك للمنظمات غير الحكومية، موجه للأسلاك المهنية، موجه لكل أطراف المجتمع. وبالتالي سيكون عقد اجتماعي جديد على أسسه تنبني الدولة الحديثة، تنبني موريتانيا التي نتمناها. هذا ما نحلم به وما نتمناه من خلال هذا البرنامج. ولذلك قمنا كخبراء مع طبعا الوزارة المعنية بإعداد دليل القيم الأم للمجتمع الموريتاني، وأصلنا هذه القيم انطلاقا من بعدها الديني، بعدها الاجتماعي، خلفيتها التاريخية ووظيفتها في المجتمع، مثلا قيمة الصدق، قيمة الأمانة، هذه القيم الأمهات التي حاولنا وضع نصفها وحاولنا أن نوصلها ثقافيا واجتماعيا ودينيا، هي القيم التي نريد أن يقام عليها التعاقد المجتمع الجديد، تقام عليها موريتانيا جديدة، لأن كما قلت قيم الرأسمالية المعولمة التي اخترقت جسم المجتمع، هذه القيم لا تعترف بالإنسان ببعده الأخلاقي، لا بهذه القيم تعترف به كسلعة من السلع. فكما قلت في بعض المرات أن الدين هذه العولمة أو هذه الرأسمالية المعولمة الجديدة هو المال واللذة والعنف. نحن المجتمع الموريتاني الذي ينخرط في هذه القيم، نحن نريد أن المجتمع الموريتاني ينخرط في قيمه الأصلية، نريد أن نقدم دعما ثقافيا وأخلاقيا للشباب الموريتاني، للأسرة الموريتانية، للشارع الموريتاني، للمنظومة التعليمية، في المنظومة التعليمية طبعا، كل المنظومات التي تعتبر مصدر للقيم، منظومة التربوية، منظومة التعليمية، كل المنظومات القيمية نريدها أن تستنهض هذه القيم ولتكون هذه القيم حاضرة في ثقافتنا وفي تداولنا. نحن نلاحظ اليوم مثلا كما وهذا كنت قد قلته في مداخلة في الندوة، هو أن الأزمة التي يعيشها العالم اليوم تذكرنا بالأزمات القرون الوسطى، من الأزمة التعصب والتوتر، الانكماش والانزواء، غياب قيم التسامح، غياب قيم الصدق، أن القيم المادية أصبحت هي المهمة على كل منحى الحياة. وبالتالي هذا البرنامج هو استجابة فعلية للحاجة الموريتانية في هذا المجال، لأن كما قلت أن الموريتانيين صنعوا عبر تاريخهم بمكونات مختلفة تاريخا قائما على القيم، وبالتالي كان دورهم التاريخي دورا قيميا. هكذا قاموا في غرب افريقيا، هكذا قاموا في الشمال في المغرب العربي، هكذا كان دور الموريتانيين هو دورا قيما واخلاقيا. عندما تنازلوا عن هذا الدور وعندما اضمحلت هذه القيم، اصبح المجتمع الموريتاني يعيش نوع من التوتر، نوع من التفكك الثقافي. وبالتالي نحن اليوم، وهذا تشكر عليه وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، هو الواعي بهذه القضية، ان هذه قضية ليست قضية سياسية، قضية ثقافية. اليوم في افتتاح هذا الملتقى، هذا الانطلاق البرنامج اليوم، كان كل الأطياف الموريتانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية، بغض النظر عن ولاءاتهم المختلفة، كانوا حاضرين انطلاق البرنامج، لأنه برنامج يعني كل الموريتانيين. صحيح. كيف تنظر لهذه النقطة؟ هنالك إجماع، وأنتم أيضا في الساحة الثقافية حتى في الساحة العامة، أنه يجب أن تكون هنالك تهذيب للعقليات الموريتانية وإعادتها إلى الدين، إلى الفضاء التي كانت حاضرة. نعم، ويعني المجتمع الموريتاني يجب أن يعود إلى أصله. يعني التراث الثقافي أو المنظومة الثقافية أصلا التي كانت موجودة في المجتمع الموريتاني، بالنظر إلى العولمة والغزو الخارجي الذي أصبح يغزو حتى البيوت، صحيح، ينبغي أن نواجهه
بضده، وهو العودة إلى 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 أصولنا، إلى الدين الإسلامي، المحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية التي بينها الإسلام، مثل التعامل والمسامحة والصدق والأمانة وعدم الخيانة إلى غير ذلك من الأمور التي أصبحت يعني مفقودة إلى حد ما. وبالتالي المجتمع الموريتاني من خلال هذا البرنامج الطموح الذي قدمته الحكومة بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، يعني يجب أن يكون هناك يدا واحدا من أجل الخروج بالمجتمع الموريتاني من الأزمة التي يعيشها. المنظومة التعليمية أيضا، المنظومة التعليمية يجب أن يعني أن تعطى أهمية للتربية الإسلامية، وأن يربي الجيل الجديد على الثقافة الإسلامية التي أصبحت مفقودة. وبالتالي سنجد جيلا آخر يعطي قيمة لهذا التراث، التراث الثقافي، التراث القيمي، التراث المادي ولا محسوس، لأن هناك عندنا العلماء والفقهاء خلال القرون الأولى، القرن الثاني عشر والثامن عشر، كانت لهم دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية في مختلف من خلال التواصل الثقافي الذي ربط موريتانيا بالعالم الخارجي. وبالتالي القيم الثقافية التي يعني نحن أوصلناها إلى العالم الآخر يجب علينا أن نعود إليها نحن كموريتانيين، وأن تكون هناك يعني المسلم الجسد الواحد، يعني هناك جسد واحد موريتانيين لا يفرقنا أي شيء، إنما هو يعني غزو يجب أن نواجهه بآخر. جميل. نعم أستاذ محمد، كيف سيطبق هذا البرنامج؟ إذا كما قلت هذا البرنامج تأسست وتأسست وتبنت الحكومة طبعا من خلال وزارة الثقافة، ودليل افتتاح معالي الوزير الأول اليوم البرنامج هذا معناه دعم سياسي كبير لهذا البرنامج. كذلك منظمة اليونسكو للنظم العالمي للتربية والثقافة والعلوم دعمت هذا البرنامج وتبنته، لأنه برنامج ريادي على مستوى الغرب الأفريقي الذي نحن نجد فيه، من الدول التي قدمت رؤيتها للأخلاقية للسلم العالمي للتواصل الاجتماعي والثقافي المكونات المختلفة هي موريتانيا. ومن خلال هذا البرنامج موريتانيا أرسلت رسالة إلى الدول المجاورة بأنها أرادت أن تستعيد دورها، وأعتقد أن هناك بعض الدول التي بعثت بعض قياداتها الدينية والروحية شاركت في انطلاقة هذا البرنامج، خاصة الشقيقة السنغال ومالي، وبعض الدول المجاورة حضرت منها وفود كبيرة جدا ذات بعد ديني وثقافي وازنة أيضا. وبالتالي الطريقة التي ستطبق بها البرنامج له مخطط عمل، هذا مخطط العمل سيكون لا مركزي، معناه أنه سيستهدف أربع مكونات أساسية. أولاً ما يسمى بكسب التأييد، دعم والمناصرة وكسب التأييد، وهذا عادة النوع من البرامج يوجه لقيادات الرأي، يوجه للسياسيين، يوجه للمنتخبين، يوجه للبرلمانيين، اللي هي كسب التأييد والمناصرة. هذا المحور كبير جدا، ستكون خلاله تكوينات وملتقيات ولقاءات مع هذه القيادات المجتمعية والسياسية. المحور الثاني هو التكوين وإعادة تكوين القيادات الشبابية والنسائية على تعميم القيم، بعد إنتاج الدعائم المتعلقة بذلك. أول هذه الدعائم هو دليل إحياء التراث القيمي الذي حاولنا أن نصنف فيه القيم الكبرى التي نريد تعميمها، وإذا سمح لي الوقت سأقدم نماذج. مثلا هذه القيم التي صنفناها كأمهات القيم هي مثلا أولا الإحسان، الإخلاص، الاستقامة، الأمانة، البذل، التسامح، التضامن، التضحية، التواضع، حسن التسيير، حسن الجوار، حسن الخلق، الحكمة، الشهامة، الصبر، الصدق، العدل، المحبة، البذل، الوفاء. هذه القيم، كل قيم من هذه القيم حاولنا أن نحدد قيمة فرعية منشقة منها. فهذه القيم طبعا النابعة أولا من الدين الإسلامي، نابعة من عادات وتاريخ المجتمع الموريتاني، وكذلك حاولنا في كل ثقافة محلية أن نستقطب منها مجموعة من الأمثلة الدالة عليها، في ثقافة الحسانية، ثقافة البولارية، ثقافة السمكة، ثقافة الرضوية. فالشواهد التي قدمناها هنا في هذه قدمناها بهذا الشكل. وبالتالي سيتم إنتاج دعائم أخرى تتعلق مثلا بكتب مدرسية توجه للأطفال في المدارس، ستوجه هناك كتب للكبار للمحلمية، سيتم هناك قيام بمجموعة من الدراسات، كذلك سيتم مجموعة من التعميمات على مستوى المؤسسي والإداري. معنى أننا نريد أن يكون برنامج مؤثر على مستوى البنية الهيكلية للدولة والمجتمع. جميل. نعم دكتور، العوائق. العوائق يعني هذا البرنامج يمكن أن تكون هناك عوائق تواجهه، وهو عدم التفاعل من خلال المجتمع مع هذا البرنامج. يعني على المستوى القاعدي وعلى المستوى الوسطي والمستوى القمة. يعني الدولة داعمة، الوزير هو الحاضر، الدولة داعمة، مشكورة داعمة، والرئيس أيضا، والحكومة بكل مكوناتها، ولكن هذا الدعم ينبغي أن يكون معه تفاعل من القاعدة. جميل. لا يكون هناك على الورق فقط، أن نجد هناك برامج يعني تواصلية مع المجتمع، وكما قال الأستاذ هناك بعض البرامج التي ستقدم للأجيال
وعلى الأجيال في المدارس يعني الابتدائية وعلى كبار السن يعني محو الأمية وغيرها يعني. ولكن هناك نقطة أخرى تتعلق ب يعني المكون الأساسي لهذا لدليل التراث القيمي الموريتاني، وهو أنه مأخوذ من يعني مبادئ الدين الإسلامي. يعني ما دام المجتمع يعرف أن الدين الإسلامي هو الأساس وهو الذي من خلاله يمكن أن نبني مستقبلنا وأن نكون هنا مجتمعا واحدا يدا واحدا في مواجهة الآخر، ليست هناك مشكلة. إما نسعى كلنا في هذا المشروع وأن نسعى إلى تطبيقه ويعني برمجته على الواقع، وأن يكون هناك ملموسا في السنوات الأخيرة أن نجد هناك أن نجد نتائج ملموسة لهذا البرنامج، وإلا فلا. يعني هذا البرنامج برنامج طموح وكبير وهو مدعوم من كل النواحي. جميل. بعد الفاصل سنواصل مع الأستاذ محمد واللحميادة ودكتور إبراهيم والسيد محمد حوارنا حول البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي الذي يحتاجه المجتمع الموريتاني بشدة هذه الأيام. نحن معكم في المشهد، موضوعنا هو البرنامج الوطني لإحياء التراث القيمي، والذي كان اليوم هو شاغل الجميع في العاصمة نواكشوط بعد إشراف الحكومة عليه، وأيضا قادة السياسيين وقادة الفكر والباحثين في موريتانيا. أستاذ محمد، ماذا عن تفاصيل البرنامج؟ هذا البرنامج كما قلت البرنامج يتمحور حول 4 محاور كبرى، كما قلت محور الدعم والمناصرة وكسب التأهيل، وهو محور موجه للقيادات السياسية وقيادات الرأي الاجتماعي والنخب، وموجه للعلماء وقيادات الرأي. هذا البرنامج في التكوين، في الملتقيات، في التعميم على مستوى التراب الوطني. هذا المحور. المحور الثاني يتعلق بالتكوين وتكوين القيادات الشبابية والقيادات النسائية والفاعلين أيضا المحليين والعمد والمنتخبين على المستوى القاعدي، وسيشمل عواصم الولايات، بعد ذلك المقاطعات، ثم بعد ذلك جميع البلديات التربية. معنى أنه برنامج يستهدف الوصول إلى كل نقطة من التراب الوطني من خلال كل الفئات الاجتماعية. هناك البرنامج الأفقي الذي يتعلق على مستوى الإدارات، على كل الوزارات، كل وزارة وما يعنيها من المهام ستكون منفذة لذلك الشق الذي يعنيها. مثلا وزارة التعليم ستتولى الجانب الذي يتعلق بالكتاب المدرسي، بعد طبعا بعد إعداد هذا الكتاب بالتشاور مع اللجنة ومع وزارة الثقافة، سيدرب المعلمون على هذا الكتاب ليلقنوه للأطفال الذين هم في سن التمدرس. كذلك ستكون هناك ندوات جامعية على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى النشر وتشجيع النشر. كذلك اقتراح للحكومة مجموعة من القرارات والمسودات التي تتعلق بالعقوبة والثواب التي ينبغي أن تكون البعد الأخلاقي حاضرا فيها. فالتوسيمات والتشريفات التي تتم ينبغي أن يكون البعد الأخلاقي حاضرا فيها، ويسمى مجموعة من الاقتراحات ستقدم إلى الحكومة لاعتمادها في جميع التشريفات وفي جميع التوسيمات التي تقدمها الحكومة. وبالتالي البعد الأخلاقي ينبغي أن يكون حاضرا في كل الممارسات التي تقوم بها الدولة ويقوم بها الفعاليات الحيوية في المجتمع. وعلى هذا الأساس تم تصميم هذا البرنامج على أساسين أفقي، أي معنى أنه يستهدف الفئات السوسيومهنية، معنى الأسلاك المهنية كاملة، يستهدف الإدارة العامة، يستهدف القطاع الخاص، يستهدف القطاعات الغير حكومية، يستهدف كذلك وسائل الإعلام بشكل كبير، خاصة وسائل الإعلام الحرة والصحافة، من خلال التكوين والدورات التكوينية ومن خلال تعميم المعلومات التي سيتم إنتاجها. كذلك يستهدف الشرائح المجتمعية، مثلا يستهدف الشباب، يستهدف النساء، يستهدف الأسر، خاصة في مجال التلقين والتنشئة الاجتماعية. وعلى هذا الأساس
سيتم خلق ما يسمى بالأبوة المسؤولة، بمعنى أن ستقدم برامج للأسر تحوي على توجيهات تتعلق بتلقين القيم للأطفال والطريقة التي ينبغي بها نقل هذه القيم التي اتفق الجميع على أنها هي أمهات القيم وهي التي تم حصرها أساسا في هذا الدليل. دكتور، مقترحاتكم أنتم على هذا البرنامج كباحثين في مجال التراث والثقافة أيضا؟ يعني هذا هو برنامج طموح جدا، وينبغي يعني للجنة القائمة على البرنامج على الأقل، لم أرى يعني الأستاذ محمد لم يشير إلى بعض النقاط التي كان ينبغي إدراجها في هذا البرنامج، مثلا الاهتمام بالمحضرة. يعني لأن المحضرة الشنقيطية والمحضرة الموريتانية كانت هي المنبع الأول لهذه الثقافة وهذه القيم بشكل عام، ينبغي إعطائها أهمية ومن خلال يعني تكوينات يعني للمشرفين على هذه المحاضر من أجل تلقين الشباب المبادئ الدين الإسلامي، حفظ القرآن إلى النصوص الموجودة التي من خلالها يكون لهذا المجتمع جيل محافظ على قيمه الثقافية. يعني نقطة أساسية تتعلق أيضا ب، لأن نحن كمجتمع موريتاني موجود في هذه الصحراء، كانت لنا على الأقل 4 مدن موجودة، هي شنقيط ولاتة تشيت ودان، وهذه المدن علماؤها وفقهاؤها هم الذين يعني أخرجوا هذه القيم وهذه الثقافة وهذا التراث إلى العالم الآخر، حتى يعني أشيع اسم شنقيط وبلاد شنقيط في المشرق والمغرب العربي. وبالتالي ينبغي إعطاء أيضا أهمية لهذه المدن من خلال ترميم التراث المحسوس واللا محسوس، يعني المخطوطات، الكتب الموجودة، يعني الفن المعماري، يعني إعطاء أهمية لهذا الجانب أيضا، وضمن التراث وضمن أيضا القيم الثقافية. لأن ما دام المجتمع يحاول العودة إلى الماضي ويحاول أيضا مواجهة الغرب في هذه العولمة المستشرية التي أصبحت تغزو البيوت من خلال المسلسلات ومن خلال الأفلام وغير ذلك من الأمور التي لم يكن المجتمع الموريتاني يعرفها، وأصبحت هناك يعني ثقافة شائعة وهي ثقافة يعني بين قوسين التفسخ الأخلاقي وغير ذلك من الأمور التي يعني هي مخالفة تماما لقيمنا الثقافية والاجتماعية، وبالتالي ينبغي مواجهة هذه. وأيضا إصلاح الأسرة وهي النقطة الأولى، كانت الأسرة صالحة، أسرة تقوم على أسرة مع موريتانيا تعاني من نسب الطلاق المستشري. يعني نسب الطلاق المستشري، لماذا نسب الطلاق المستشري؟ لأن الرجل، لأن هذه الأسرة تحاول أن تفرض بعض الأمور على الشباب، وفي غير استطاعة الشاب أن يلبي كل الحاجيات، فقط هو باستطاعته أن يعيش مع أسرته بطريقة كريمة وعزيزة. جميل، هذه نقاط كيف تنظر إليها أستاذ؟ أولا لا أصحح الأستاذ فاضل الدكتور، لأن أول ما قلت بأن هذا البرنامج هو مكون من برنامج من كبير. مخطط وطني، هذه المكونة تتعلق بالقيم الثقافية، هناك مكونة أخرى تتعلق بالمدن القادمة وهي مكونة كبيرة جدا، وستنطلق في ودان الأيام القادمة، بمعنى أن المكونة الرئيسية من هذا البرنامج هي حفظ التراث المادي ويتعلق بالمدن القادمة في موريتانيا والمحاضر إلى آخره. الثانية التي أشرت لها هو أن أول برنامج في هذا البرنامج هو العلماء والقيادات الدينية، كما قلت دعم كسب التأييد والمناصرة والتكوين لهذه، معنى أن العلماء، ولا أقول رجال الدين لأنها كلمة بأن العلماء والوعظة والمرشدين الإسلاميين في البلد والأئمة وقيادات الرأي الديني الإسلامي، هؤلاء جميعا هم الأول في هذا البرنامج. ولذلك لم أقدم تفاصيل البرنامج بدقة شديدة، أنا قلت أن هذا البرنامج مكون تدعم المناصبة للقيادات المجتمعية، قيادات المجتمعية يعني ما أقولها أتحدث عن العلماء وعن المحاضر وعن أكيد. يعني هؤلاء هم قيادات الرأي، قيادات الرأي هنا، وهنا سيكون هناك برامج خاصة بالمحضر الموريتانية، هناك برامج خاصة بالعلماء، هناك برامج خاصة بالفقهاء، هناك برامج خاصة في، وهم أول من سيديروا هذا البرنامج. وأعتقد أن معالي وزيرة الثقافة كما هو مبين في البرنامج الذي كان بين أيدينا أنها خلال هذا الأسبوع ستقوم بزيارة مباشرة لوزارة الثقافة والتوجيه، معنا وزارة التوجيه الإسلامي، لتطلعهم على هذا المحتوى البرنامج وتقدم الأوراق دعائم هذا البرنامج. إذا وزارة التوجيه الإسلامي هي الوزارة الأولى التي مستهدفة بتنفيذ ما يتعلق بها، لأنها هي المحور الأساس في هذا البرنامج. إذا معنا أن القيم الموريتانية لا يمكن أن تبنى وتعاد بناؤها إلا انطلاقا من المحضرة، إلا انطلاقا من لأن الموريتانيين رائدين أصلا في هذا المجال، خصوصا المحضرة وأيضا حتى العلماء والأئمة يحتاجون إلى التطوير وأيضا المنهجية. هي إشكالية كثير من الأئمة الآن يحتاجون إلى إعادة تكوين من جديد. هذه مسألة نحن واعون بها جدا. صحيح. على مستواي كباحث اشتغلت كثيرا مع رابطة العلماء الموريتانيين، وكان لي الشرف كذلك بأن أجرت معهم العديد من العمل في مجالات الاجتماعية، وبالتالي العلماء الموريتانيين متميزون بفهمهم وسرعة فهمهم لمقاصد العصر من القضايا المطروحة، معنى عندما ننير رأي العلماء في أي موضوع ما فهم جاهزون لفهمه.
فبالتالي يتميز علماء الموريتانيون بسرعة فهمهم وتفاهمهم للمشاكل المطروحة على المستوى الاجتماعي والتي قد تكون بديهية. فبالتالي أعتقد أن هذا البرنامج ولحرة هذا البرنامج يتعلق بالقيم. القيم عندما نتحدث القيم الإسلامية فمعنا نتحدث عن القيم الإسلامية، وهذا ما أصلناه في هذا الدليل. كل قيمة أصلنا لها ببعدها الديني. هناك العام دكتور إبراهيم، هناك نقطة مهمة وإضافتها إلى هذا إلى الأستاذ محمد مشكور، وهو أن هذا البرنامج من حيث هو برنامج جيد متكامل، ولكن موضوع هذا البرنامج يحتاج إلى أن على الأقل في جامعة نواكشوط والجامعة الإسلامية في بالعيون، خصوصا قسم التاريخ أو قسم التراث والسياحة، ينبغي إدماج هذا البرنامج كمادة يعني لتدريسها للطلبة والباحثين. شوي اسمح لي دكتور، احنا التصميم الاولي للبرنامج هو عنده يقام خلال السنة القادمة باعداد طبعا مع جميع الباحثين قد تكون بينهم، يعني لان نحن كخبراء لا نوفر كل شيء، معنا كل قطاع خبراء الى اخره. هناك التعليم الجامعي مستهدف لوندو مكونة ضمن هذا البرنامج تستهدف وضع دليل موديل دليل تكوين للطلبة الجامعيين، وطبعا في جميع الجامعات الموريتانية. هذا الدليل ما سيقوم به بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع العمادة الجامعات، بالتنسيق مع الأساتذة والباحثين الجامعيين، سيتم إعداد هذا الدليل وسيتم تدريس هذا الدليل. كذلك في التعليم الثانوي سيتم إعداد دليل موجه للطلاب الثانوية يتماشى مع أعمارهم ومع مستوياتهم، أيضا سيحتوي أيضا هذا الدليل، سينفذ هذا الدليل هو الأساتذة المدرسون في هذه الثانويات. كذلك كيف ترى المستقبل؟ هنا أقترح من يعني اللجنة القائمة على البرنامج هو الممثلة في سيادة الرئيس محمد عبد العزيز والوزير الأول، وهو يعني استحداث والله إنشاء قسم داخل الجامعة النواكشوط يتعلق بإحياء التراث الثقافي والعمراني لمدينة ولا للمجتمع الموريتاني، التراث بشكل عام يعني التاريخ الموريتاني وإحياء التراث الثقافي، يعني تدبير التراث الثقافي، يعني تدبير التراث الثقافي والعمراني يعني للمجتمع الموريتاني، يعني هذه نقطة مهمة. والمستقبل جيد بكرة جيدة ستتداول كيف ترى مستقبل تطبيق هذا البرنامج؟ يعني مستقبل إن كانت هناك يعني نية صادقة وأراها أيضا، ولكن ينبغي أن القائمون على هذا البرنامج أن يرغموا يعني من سيتعاملون معهم من أساتذة وباحثين وغيرهم أن يعملوا بشكل جدي، وأن يحاولوا أن يقدموا مقترحات أساسية، وأن يقدموا أيضا مشروع طموح لماذا للجيل المستقبلي. يعني نحن لا نعيش على كيف ترى المستقبل؟ أنا أعتقد أني كخبير طبعا وكإنسان مهتم بهذا المجال، أعتقد أن عندما تتوفر الإرادة السياسية وعندما تتوفر الإرادة الفنية، بمعنى أن المنظمات الدولية بدأت إعجابها واستجابتها السريعة لأهمية هذا البرنامج في اللحمة الاجتماعية وفي السلم الاجتماعي، ليس فقط على مستوى موريتانيا بل ستكون تجربة موريتانية مصدرة إلى الدول المجاورة، لأنها التجربة ستكون متميزة وموريتانيا كانت سباقة فيها. وأعتقد أن توفر الإرادة السياسية يعطي دعم كبير لهذا البرنامج، وبالتالي أعتقد أن القائمين على هذا البرنامج لهم الإرادة، وكذلك التصميم الفني لهذا البرنامج يسمح له بالاستمرارية، لأنه برنامج لم يمركز، برنامج سيعتمد على اللامركزية. اللامركزية معناها أن كل الفئات والحساسيات التي مستهدفة البرنامج هي شركاء هي التي ستنفذ فيما يتعلق بها. فهي لأول مرة يكون برنامج لا مركزي، معنى أنه يقوم على القطاعات المهنية ستتولى ما يعنيها من هذا البرنامج. وزارة الثقافة ولا أتكلم باسمها هنا، أتكلم باسمي كباحث عضو في اللجنة، أعتقد أنها مهتمة جدا باللامركزية في هذا المجال. جميل، شكرا لك أستاذ محمد الحميادة، طبعا خبير علم اجتماع وعضو لجنة خبراء المكلفة بإعداد وثيقة برنامج وطن لإحياء التراث القيمي. نأمل أن تنجحوا في تطبيق هذا البرنامج. شكرا لك دكتور إبراهيم والسيد محمد باحث في مجال التراث، أيضا نأمل أن تكون هنالك مساهمات حتى نرتقي بالمجتمع الموريتاني. شكرا لك، نتمنى أن نرتقي في لقاءات قادمة. تحيات أحمد اللباه وأيضا زميلنا موسى كوناتي في الصوت، تحياتي داه يعقوب، غدا قراءة في مشهد جديد عبر المرابطون، في أمان الله. I'm not going to do that.